بدعوة من حراك صوت الشعب، تظاهر العشرات من أهالي طرابلس بميدان الجزائر قبل أن ينتقلوا إلى ميدان الشهداء احتجاجاً على تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية في البلاد. المتظاهرون طلبوا بإسقاط الأجسام السياسية القائمة المتمثلة في المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية للخروج من المدة الانتقالية الحالية. محاسبة سراق المال العام وتوحيد المؤسسات كانت من أبرز الشعارات التي رفعها المحتجون خلال المظاهرة، مطالبين بحماية المدنيين في العاصمة من الموت يوميا حسب وصفهم. ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه المواطنون من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية وعجز الأجسام السياسية عن تقديم واجباتها تجاه المواطن حتى في أبسط الأمور الخدمية والمتمثلة في المياه والكهرباء. اللي بي من الميدان، اللي بي من الشمال، اللي بي من الميدان.